كتقرا تما كدير جراحه الاسنان السنين بقى لها شهرين وغتكمل شهر سبعة شهرين وثلاث شهور وغتكمل شهر سبعة غادا تجي ودابا مني جات الحرب راه الكليه ما ساعدوهمش باش يخرجوا فهمتي قالوا لهم اللي بغى ياخذ دوسي ولا شي حاجه كيعمر واحد الورقه وكيتحمل مسؤوليته هما خلاو ملفات هما خلاو دواسا هما خلاو بكالوريا ديالهم خلاو كلشي وعطاوهم 15 يوم سيناو لهم فيزا ديال 15 يوم ودابا من ورا 15 يوم ما عرفتش شنو غيكون هادشي اللي كاين حنا راه كنطالبوا باش يديروا شي حل مع هاد الوليدات ما يضيعش حق هاد الوليدات حنا راه قريناهم وصيفطنا الفلوس ونقصنا من روحنا ومن جوعنا ومن كل شيء باش نقريو وليداتنا وليداتنا باغيين يقراو باغيين يخدموا بلادهم باغيين يخدموا مغربهم داكشي علاش كنناشدوا جميع السلطات باش يديروا شي حل مع هاد الوليدات يديروا معاهم شي حل وصافي المهم ما يضيعوش ونطلبوا الله ما يضيعهمش هادشي اللي غنقول لك اولدي مشات مزيان في الطريق ما كاين لا مشاكل لا والو في الحدود قالت لك لقاو منظمات لقاو جمعيات لقاو المغاربه تما كاينه كيعيطوا لهم بالبوق وكل شيء عطوهم الغطاء عطوهم الماكله ما خصهم حتى خير وخرجوا وعقبوا وكنا شوف كنشكروا صاحب الجلاله والسلطات المغربيه اللي تعاونوا مع هاد الوليدات وداروا لهم هاد التذكره ديال الطائره بثمن رمزي 750 درهم وكل شيء خلص وكل شيء داز مكره وليداتنا بقاو تما ما يلقاوش فاش يجي دي كان في الفيف ما عنديش مشكل كانوا هانين حتى لاخر نهار غادي يخرج فيه من اوكرانيا قرا حتى ل 12 وما كان سبق عندهم قرايه اونلاين من بعد مني ساروا القرايه اونلاين مع ال 12 حتى كيعيطوا لي صحابو قالوا لي راه مدينه الفيف تاهي تحصرات خاصكم تخرجوا فعلا خرجوا ثلاث ايام وهما في الزنقه لدرجه حاليا دابا رجليه ما كيمشيش عليهم من بليل ليه ومنين جاوا للحدود عاوتاني وحلو بزاف تمحلو بزاف كيباتوا الليل والنهار والحمد لله دخل لبولونيا راه بخير وعلى خير اللهم لك الحمد خدا لوطيل استقبلوه داك الناس مزيان هو وصحاب ديالو كاع الاصدقاء ديالو ومني جات المبادره من عند سيدنا الله يخليه لينا راه قطعنا له في البيي وراه جاي اما المساله ديال الدراسه مازال ولدي ما عرفناش شنو كاين المصير ديال هالطلبه كاملين باقي حتى واحد ما عارف اشنو غادي يكون واش غي يسالي الحرب ويعيطوا ليهم واش عندهم شي كليات اخرين يتبعوا فيهم مازال حاليا حنا كنتسناو غير وليداتنا يجيو هذا هو الاساس وماشي سهل راك عارف من نهار اللي عيطت لينا في نهار الخميس في الصباح بكري قالت لك بابا راه اصبح اليوم الضرب ديال القرطاس راه ماشي سهل اي واحد ما غاديش يتقبلها وفي ديك الربع ايام عايشين واحد الرعب ما نوصفولكش كيفاش داير الحمد لله تلقت اوكرانيا تلقت بالنسبه للقطارات اللي بغى يتحرك لشي بلاصه مجانا شدت القطار من خاركيف حيت هي كانت في بلاصه ديال خاركيف هي بلاصه القصف من تما شدت التران مع 9 ديال الليل بيتها كتمشى وقفت بهم في كياف كياف كانت الحاله صعيبه باش غادي تدوزها وقفت تما بهم القطار شويه واحد الساعه ديال المكانه ولا ساعه ونص في التالي قالت لي بابا مع 4 الصباح صافي راه تحركنا وصلت لواحد المدينه ما غاديش نعقل على سميتها هودت تما شدت الطاكسي اجره سياره الاجره مشات سيدي من تما حتى للحدود ديال رومانيا واحد 3 سوايع على 4 سوايع دخلوا ديك الساعات استقبلوهم الرومانيين من تما وصلوهم لواحد دار الايواء تما باتوا فيه لغدا ليه شدوا القطار العاصمه اتصلوا بالسفاره جا عندهم السيد بالسياره ديال السفاره وصلوهم للسفاره في الليل تما وصلوهم لواحد الوطيل دابا يومين وهما في الوطيل بالمبادره ديال صاحب الجلاله الله ينصرو هو اللي دار لنا المبادره ديال السفاره عطى التعليمات للسفاره باش قاموا بالعمل ديالهم جيد والبارح بدينا كنقلبوا على البيي على التذكيره جاب الله التذكيره اليوم راها جايه ان شاء الله الله يجيبها بخير ويجيب ولاد الناس بخير وعلى خير كلهم باش غادي نقول لك ما عنديش باش غادي نجاوبك صعيب الحال بالنظر مقارنه حنا كنشكروا الله اول شوف حنا الحمد لله كنشكروا الله منين جات سلامات وهذا هو الاساس هذا هو الاساس بالنسبه للدراسه كنتسناو تدخل ديال الدوله ان شاء الله بحول الله هي اللي غادي هادشي اللي كاين على حق 5 سنين دابا العام الخامس عندها
باش سميتو. وكنتمناو ان شاء الله الدوله تدخل ويكون الحل ان شاء الله بحول الله. حنايا جينا من قرسيف وعندنا واحد لا كوزين كتقرا في الكخان كدير لا فارماسي، ومن وقعت الحرب مع روسيا كان خصهم يدخلوا، ودابا جينا نتعرضوا لها في المطار. كنا في الاول مخلوعين لانه ماشي ساهل تعرف شي حد ديالك في خطر، والحرب راه ماشي شي حاجه سهله. وحاولنا نصبروا والديها بجوج لانه هما اللي غادي يكونوا مخلوعين كثر، والحمد لله على كل حال. دابا هذا هو الاشكال اللي مطروح عندنا حنا العائله ديالها، ما عرفناش شنو غادي يديروا معاهم، واش خصهم يكملوا هنا ولا يديروا لهم شي شراكه مع شي دوله اخرى اللي يقدروا يكملوا فيها، ولا ما مازال ما عرفناش.